الحمد لله طبعا. يعني اللي انا عايز اقوله ان انا احب ان انا بوجه شكري للاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه اريمو، وفي الحقيقه يعني برضو احب ان انا اهنيهم بال50 سنه اللي هو اللي يقولوا عيد ميلاد الاتحاد الافريقي 50 سنه ويقام في مصر. دي حاجه جميله جدا بالنسبه لنا. وبرضو ما ينسوش ان الاتحاد الافريقي قام على عاتق الاتحاد المصري، يعني من اول 5 دول عملت الاتحاد الافريقي كان مصر. فطبعا احنا سعداء جدا ان احنا موجودين النهارده، وطبعا بحب ان انا بشكر كل الناس الضيوف اللي موجودين اليوم ومنهم قناه الاهلي طبعا. واحب برضو ان انا بقول ان احنا كلنا ابناء النادي الاهلي وموجودين في كل حته، كل حته ان شاء الله كده بنعمل فيها شغل ومستوى عالي. يعني الحمد لله حضرتك ما تنسيش ان انا بقالي دلوقتي انا من سنه 2000 الاتحاد الدولي كرئيس اتحاد، وانا من سنه 1992 عضو مجلس دار لغايه سنه 2000. فدلوقتي فتره كبيره جدا، وطبعا اللي انا مساعدني ان انا يعني تنقلت بين البوزيشنز بتاعت اللعبه، بدايه من كنت لاعب دولي وبعد كده بقيت مدرب منتخب القومي وبعد كده كنت حكم دولي. فطبعا وانا موجود في الاتحاد الدولي بكلم كل واحد بلغته، اللاعبين لما اقعد مع اللاعبين اكلمهم بلغه اللاعبين، حكام بكلمهم بلغه الحكام، اداريين نفس الكلام. فاللي انا عايز اقوله ان احنا الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا وما كانش سهل، وخصوصا طبعا احنا اشتغلنا على موضوعات فنيه ازاي الهاندبول تبقى مور اتراكتيف بالنسبه للناس كلها، سواء للجماهير اللي موجوده او في التلفزيون. والحمد لله وصلنا للحته دي، وزي ما قال مستر اريمو ان احنا في الدوره الاولمبيه في ريو دي جانيرو طلعت كره اليد اللعبه الشعبيه الثانيه بعد كره القدم في البرازيل. فطبعا الحضور الجماهيري وكده يعني، فطبعا دي حاجه كانت تسعدنا جدا. واحنا ان شاء الله كده ماشيين بنكمل المشوار، ما وصلناش للمحطه النهائيه. Alors vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas parler du 50e anniversaire de la Confédération africaine de handball sans nommer le docteur Assad Mustafa, l'actuel président de la Fédération internationale de handball, pour tout ce qu'il a fait, dans un premier temps pour le continent, à travers la Fédération égyptienne de handball, et puis ce qu'il représente aujourd'hui pour le handball mondial. ما ينفعش ان احنا نحتفل بالذكرى الخمسين لانشاء الاتحاد الافريقي لكره اليد من غير ما يكون في تكريم للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي والرئيس الاسبق لرئيس للاتحاد المصري لكره اليد في وجودنا هنا في مصر. Je crois qu'il reste une référence pour les acteurs du handball africain, pour les jeunes, n'est-ce pas, africains, qui doivent pouvoir s'inspirer de sa démarche, de sa volonté, de son humilité, de ces expériences pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur pierre à l'édifice du sport de façon générale et du handball en particulier. وبالهدف للحفل ده ان هو ان الجميع يبتدي يتعلم ويستلهم، وبالذات النشء الصغير من مسيرة الدكتور حسن الطويلة في عالم كرة اليد. اولا التكريم ده تكريم لكدر مصري محترم، كدر افريقي استثنائي، كدر دولي طبعا لم يسبق ان رئيس اتحاد دولي قعد كل الفتره دي وعمل كل هذا التطوير وساب البصمه دي. يشرفنا جدا التكريمات التي تحدث لاي رمز من الرموز، فما بالك بواحد زي دكتور حسن مصطفى اللي تربطنا بيه علاقات يمكن من 40 سنه او اكثر عندما كان لاعبا 50 سنة في الستينات والسبعينات في النادي الأهلي، ثم مديرا للفريق الأول لنادي الأهلي، ثم مديرا للفريق مدير فني للفريق الفريق القومي، وأنا كنت أمين صندوق مدير الفرق القومية وكان مدرب يعني المدير الفني، عملت معه كمان هو رئيس اتحاد وأنا أمين الصندوق، وسافرت معاه معظم السفريات عندما كان يعني مدربا للفريق القومي. شخصية استثنائية بتدينا وتلهمنا معنى الطموح والثقة بالنفس ويعني السعي إلى الأهداف البعيدة. تكريم الدكتور حسن مصطفى هو يعني بالنسبة لنا الدكتور حسن مصطفى فخر مش للمصريين فقط لغير، ولكنه هو فخر لأفريقيا. زي ما الدكتور حسن قال في كلمته، قال إن هو أول
الوحيد من 32 رئيس اتحاد في العالم هو يكون أفريقي، هو فخر لينا وجوده في الاتحاد الدولي. ويعني بالنسبة لنا احنا كأهلوية كمان، الدكتور حسن مصطفى كأحد أبناء النادي الأهلي بيزيدنا فخر، بنتعلم منه كتير. في أي حتة بنروحها بيذكر اسم الدكتور حسن مصطفى في أي مكان في العالم، بنحس الناس قد ايه بتقدره، قد ايه الناس بتحترمه، قد ايه الناس بتشوفه مثال وقدوه كبيره جدا، مش بس في لعبه كره اليد، ولكن هو للرياضه بشكل عام هو مثال وقدوه يجب ان نحتذي بها جميعا. اكيد رمز كبير جدا، رمز وقيمه مصريه في العالم، في العالم كله اكيد كلنا بنفتخر ان هو دكتور حسن مصطفى من النادي الاهلي، وبنفتخر ان هو مصري، وحاجه شرف فينا جدا هو يكون موجود وسطينا ومتواجد معانا واسلوبه معانا كلنا، حتى لسه بيعلم فينا حاجات كتيره جدا جدا. اكيد كلنا مبسوطين هم موجود، واكيد مبسوط ان اللعيبه القدامى كلهم موجودين، كلنا اسره واحده وكلنا اجيال بتسلم بعضيها. لكن فعلا بجد سعيد جدا جدا بالدكتور حسن موجود فيه في وسطينا ودايما مهتم جدا، وهو النهارده قال كلمه مهمه جدا، قال لك انا اعتز ان انا افريقي مصري، ودي كلمه مهمه جدا نقف عندها كتير. بقول له ربنا يديله الصحه، ربنا يخلي لينا بجد ده وسام على صدورنا كلها، ان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي هو مصري من ارض مصر. في البدايه طبعا انا بهني الاتحاد الافريقي لكره اليد باليوبيل الذهبي، وان من 50 سنه من العطاء والتميز، وطبعا بنشكرهم جدا على الاحتفاليه بتكريم الدكتور حسن مصطفى اللي بيمثل أيقونة هامة جدا في كرة اليد العالمية. سعداء جدا انها ده تكريم لكل المصريين في شخص الدكتور حسن مصطفى، سعداء جدا بان قائد هذه المنظومة مصري، كلنا بنسعد بيه وبيمثل لنا قيمة عالية جدا بتجتمع في شخصيته كل عوامل النجاح.